مجلس إدارة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي وكل محبي النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت تعرضوا لعدد كبير أو لكثير من الضغوط، خليني أقولها ضغوط. دلوقتي نقدر نبارك لبعض ونقدر نقول إن كل ما كان يتم الحديث به خلال الفترة السابقة ما هو إلا كلام كذب. خلي اللي يقول يقول. آه شفت الشياكة، شفت الجمال، شفت الاحترام. خلي اللي يقول يقول يا فندم، احنا اه كبار قوي واحنا تقال قوي، ايوه واللي ما بيحترمش بكده هو حر، ربنا معاه، ربنا يسهل له. ايوه احنا تقال قوي والله العظيم، احنا كل العالم بيشهد لنا، اللهم لك الحمد، ان احنا كبار قوي وتقال قوي وناس شغالين شايفين شغلنا. بس الكابتن خطيب رغم ظروفه الصحيه ربنا يديله الصحه والعمر، ما بيسيبهمش في الزنقات وبيروح معاهم وبيفضل معاهم، رغم انه ممكن ما يكونش هو رئيس البعثه. طبعا صحيح. دي بروتوكولات وتفاصيلها مش عاوز اعق فيها، لكن طالما رئيس النادي طالع يبقى هو رئيس البعثه. ما اعرفش، انت تعرف اكتر من ده مني لا اكيد لا، يعني، مجلس بس انا الإدارة، مجلس الإدارة قرر إن كابتن حسام غالي يبقى رئيس البعثة في وجود الكابتن عشان كده خطيب. هو اللي اه واقف. يا عشان كده، سلام هل ده يا ممكن تشوفه سلام في على حتة تانية؟ الاحترام والشياكه، يا سلام على الاحترام والشياكه والادب والجمال، يا سلام. بنتعلم اه بنتعلم حقيقي. والله، يعني كتير جدا من الصحفيين اه ومن الـ اقول ايه، مقدمين البرامج والكلام ده، حتى الزملكاويه منهم، يقول لك الاهلي المؤسسه الوحيده ايوه في فتره لما كان في قلق في البلد والكلام ده في 2012 و2013 والكلام ده، المؤسسه الوحيده اللي بتطرح مصر. ايوه لما رحنا لعبنا في افريقيا رحنا عملنا كذا، تمام. تمام. الاهلي يعني لو في انديه كتير جدا بتتاثر لحاجات كتيره جدا، مع احترامي الكامل ليها، خلاص عدم استقرار في ادارات، في مجالس اداره، في اي حاجه في الدنيا، مفيش نادي يتقال عليه مستشفى الا الاهلي، مستشفى الاهلي ربنا لا يعيدها. ياما لعبنا بلعيبه، عشان كده اي 11 راجل بيلعب مع الاهلي هو 11 راجل. نروح نلعب كاس عالم للانديه بشويه ناشئين وبشويه شباب وبشويه ما اعرفش كذا، اللهم لك الحمد، نعمل مباريات عامله ازاي. وبرضه لما جم لموسيماني من المنتخب لعيبه كتير، في لعيبه ايوه كانت تعبانه ما لعبهاش، صح. يعني اي مدرب تاني كان ده انا اعمل ايه من غير محمد عبد المنعم؟ فيستنى لما محمد عبد المنعم اول ما ينزل، والله اقول لو ايه، الف بعد الشر لو ما جابش رجلي ينزل، لكن لا، جايين وتمام، انت تعبان يا ابني مش قادر، ريح.